الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، درس لقاء الليلة إن شاء الله تعالى عنوانه ذلك الفضل من الله، من سورة النساء. قال العلي الكبير: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربما مرت علينا الآية قبل في دروس مضت، لكنني أكرر ما أرجو أن يكون مقبولا في الأسماع عند تكريره، وهو أننا نحاول في كل درس أن نتناول الآية من وجه غير الذي توليناه من قبل. فنقول: الجملة شرطية، يخبر الله عز وجل فيها عن مزيد فضله وجليل كرمه، وأن ثمة عباد أنعم الله عز وجل وأن ثمة عبادا أنعم الله عليهم بفضل عظيم. قال ربنا: ومن يطع الله والرسول. فأي فضل يؤدي إلى خير في الآخرة فإن طريقه طاعة الله وطاعة الرسول. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي بالإيمان وطاعته، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثمة طريقان في فقه الآية. بعض العلماء يقول: النبيين هذا وصف، والثلاثة التي بعدها وصف متداخل، وصف متداخل، يعني قد يكون الرجل صديقا شهيدا صالحا في آن واحد. وأما النبيون فهو وصف منفك عن الثلاثة التي بعده. والبعض يقول: لا، إنما هذا عطف، والأصل في الواو المغايرة، فالنبوة شيء، والصديقية شيء، والصلاح شيء، والشهادة من قبل شيء. لكن الحق أننا رأينا أن الله يقول: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، فوصفه الله عز وجل بالصديقية ووصفه بالنبوة. لكننا نقول: والأغلب والعلم عند الله أن كل نبي لا بد أن يكون صديقا، لكن لا يلزم أن يكون كل صديق نبيا. واضح؟ قال الله عز وجل عن صديقة مريم: وأمه صديقة. ويكاد ينعقد الإجماع على أن مريم لم تكن نبية قط. واضح الآن؟ لكن يقال بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها آخر الأمم، فإن الوصف الأول وهو قول الله عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فإن النبوة نعلم أنها ختمت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فأن تشرئب عنق أحد إلى مقام النبوة هذا منتفي، لا نبي بعدي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبوة انتهت، لا تشرئب أعناق أحد، لا يطمع أحد في أن يكون نبيا. لكن بقينا في الثلاث الأوصاف في المقامات التي بعد. قال الله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه أبوابها مشرعة إلى قيام الساعة. قال الله: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال الله: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فما زال باب أن تطمع النفس في أن يكون صديقا أو أن يكون شهيدا أو أن يكون صالحا، مع يقيننا أن بينها من التداخل ما بينها، ما زال أمرا مشرعا مفتوحا كل واحد وما يوفقه الله جل وعلا له. ثم قال الله عز وجل بعدها: ذلك الفضل من الله. ذلك المقام فضل من الله عز وجل محض، وإن كان لهم شريف الأعمال وجليل الخصال وطيبات الأقوال وكمال الاعتقاد، إلا أن ذلك كله مرده إلى فضل الله جل وعلا عليهم. قال الله: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أعلم بمن هو أهل لأن يتفضل عليه، والملك ملكه، فما ظلم الله عبدا شيئا.
قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، وقال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. لكن ينبغي أن يعلم ونحن نقرأ الآية، لما قال الله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، معهم أين؟ في الجنة. أين معهم؟ أين؟ في الجنة. لكن ليس معنى ذلك أنه معهم في الدرجة أو في المنزلة، فمنزلة النبيين ودرجة النبيين والرسل هي في نفسها تتفاوت، لكن الإنسان إذا رزق كمال الاتباع وحسن الاقتداء يتأتى له يوم القيامة أن يزور ذلك أصحاب ذلك المقام الرفيع، فيزور أصحاب موسى موسى، ويزور أصحاب أتباعه والمقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم محمدا، دون أن يكونوا معه في نفس المنزلة ونفس الدرجة. لكنه من رحمة الله جل وعلا بأوليائه بعباده من يدخلون الجنة، من رحمته جل وعلا بهم لا يشعر أحد منهم أنه مفضول، لا يشعر أحد منهم أنه مفضول. فلو أنك أنت وأخوك وبعض صحبك زرتم رجلا ذا بال، فلما زرتموه قدم أحدكم على كرسي مجاور له وأبعد الباقين، وأبعد ماذا؟ وأبعد الباقين، أو جعلهم على منأى منه، فإنك تشعر إن كنت ممن أبعد تشعر أنك قد فضلت وأنك قد غلبت على أمرك، فأصبحت مفضولا، ستخرج وفي النفس منك وفي قلبك شيء يصعب عليك أن تنزعه. لكن هذا الأمر الذي في جنات النعيم لا يشعر أحد من أهل الجنة بأنه مفضول، ويعطي الله عز وجل كل من تقرب إليه بقربة، كل من كان عمله أعظم واعتقاده أكمل يعطيه درجة تليق به. قال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. وإلا منازل أهل الجنة تتراءى عن بعد لعظيم ما جعل الله عز وجل من فوارق بينهما، لكن الجنة من حيث كونها جنة ليس فيها ما ينغص الحياة فيها البتة، لا لمن كان في مقام، لا لمن كان من الأنبياء والمرسلين في ذلك المقام العظيم، ولا لمن كان في منزلة دونهم. وإن آخر من يدخل الجنة ليشعر بالنعيم ما لا يشعر به أحد في الدنيا، ولا يشعر البتة أنه مفضول. قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن ثمة اتفاق في الأمة على أن منزلة الصديقية في الأمة أبو بكر صاحب الحظ الأكبر منها رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان الناس يدعونه بالصديق في زمن النبوة وزمن خلافته، وهذا إجماع عظيم على علو كعبه ورفيع منزلته رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. كلمة فضل تأتي بالمعنى المطلق، ونحن لا يكون المؤمن في مكان أشرف ولا أقرب إلى الله من ماذا؟ من المسجد. قيل: يا رسول الله ما أحب الأماكن إلى الله؟ قال: المساجد. فأنت لن تكون في مكان هو أحب إلى الله من أن تكون في المسجد، فأنت هيأت لنفسك سبباً، والله يقول: وقدموا لأنفسكم. ماذا شرع الله لنا إذا خرجنا من بيته؟ أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم كاعتراف بالفضل له عليه الصلاة والسلام، أن الله جعله سبباً في هدايتنا، ثم ماذا؟ نسأل الله من فضله، دون أن نعين ذلك الفضل، دون أن نعين ذلك الفضل، تقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. وفضل الله عز وجل واسع، فمن كان طالب علم فإن غالب ما يأتيه من فضل الله علم، ومن كان من طالب مال عليه دين فإن غالب ما يرجوه من الله مالا يقضي به دينه، ومن كان محروما من الولد فإن غالب ما يرجوه من الله ولدا يؤنس به وحشته. والمقصود من ذلك أن الإنسان يعلم أن فضل الله واسع، وأن الله لطيف خبير، فيقول وهو خارج من بيت من بيوت الله بعد أن قدم لنفسه شيئا بين يدي الله من المكوث في بيته والصلاة إلى قبلته، فيقول: اللهم إني أسألك من فضلك. قال الله: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا من حيث ما يتعلق بالصناعة التفسيرية. نأتي الآن كما جرت العادة أحيانا إلى الصناعة التاريخية. كان يكثر في زمن بني العباس تسمية بعض الناس أنفسهم أو يسموهم آباؤهم بالفضل، وقد كان هناك 3 وزراء على مراحل، يعني ليسوا في زمن واحد، لخلفاء
مختلفين. كان هناك الفضل ابن سهل، والفضل ابن الربيع، والفضل ابن يحيى. الفضل ابن سهل، والفضل ابن الربيع، والفضل ابن يحيى. وبعضهم كان لهارون، بعضهم كان للمأمون. وهؤلاء الوزراء أشبه ما يقال في اصطلاح سياسة اليوم رئيس الوزراء، أو المسؤول عن ديوان الخلافة، أو الذي يكون يسمى في زمن بني عثمان الصدر الأعظم، ما يكون بين الناس وبين الحاكم، ويرمي عليه الخليفة بأعباء شؤون الناس. فهؤلاء يمضون دهرا، لهم عز، سلطان، ظهور، ثم لا يلبث أن يتبدل بهم الحال. هؤلاء الثلاثة، وهم لم يكونوا كما قلت في زمن واحد ولا لخليفة واحد، كلهم قتلوا أو حبسوا أو ماتوا في القيد، يعني لم ينتهي بهم الأمر كما ابتدأ. ظاهر الآن. بعدهم جاء المعتصم. المعتصم عندما مات المأمون كان بعيدا عن بغداد، وبغداد دار الخلافة. فجاء رجل اسمه الفضل بن مروان، فارسي من أصل نصراني. الفرس يحسنون أمور الملك، سياستها، يعني يصلحون في الوزارات. لماذا؟ لأن الملك فيهم قديم قبل العرب، فالعرب لم يكونوا يعرفون الملك المنضبط. فكان خلفاء بني العباس يقربون الفرس من هذا الباب، يعينونهم على أعباء الملك. فجاء المعتصم بالفضل بن مروان لأن له يدا علي، إذ كان بعيدا عن دار الخلافة، فوطد له الملك وأخذ له البيعة، فقربه وجعله في منزلة من كان قبله. لكن الفضل بن مروان أصابه ما أصاب الناس من قبله، فتلبس بشيء من الظلم، وأخذ فيما ذكروا يضطهد الناس. فكتب إليه رجل قصاصة من ورق يقول له فيها أبياتا ثلاثة: تفرعنت يا فضل بن مروان فاعتبر، فقبلك كان الفضل والفضل والفضل، يقصد الثلاثة الأوائل. تفرعنت يا فضل بن مروان فاعتبر، فقبلك كان الفضل والفضل والفضل، ثلاثة أملاك مضوا لسبيلهم أبادتهم الأقياد والحبس والقتل. ثلاثة أملاك مضوا لسبيلهم أبادتهم الأقياد، جمع قيد، أبادتهم الأقياد والحبس والقتل، وإنك أصبحت في الناس ظالما ستودي كما أودى الثلاثة من قبل، ستودي كما أودى الثلاثة من قبل. مع أنه قرأها لم ينتفع بها، والهادي الله، لكن المقصود مفردة الفضل في الآية، مفردة الفضل في أسماء الناس، والاعتبار والاتعاظ مما ينبغي أن يكون العاقل عليه، وأن يعلم ما وراء الأشياء، على أي محفل يكون، في أي محفل يكون، وإلى أي أمر يساق. لابد أن ينظر الإنسان بعين البصيرة، وأن يعلم أن الظلم عياذا بالله يجعل الديار بلاقع، ويخشى العبد أن يظلم أحدا فيعاقبه الله عز وجل بجنس ما أتى به. نعود للآية بعد الصناعة التاريخية. يقول ربنا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يختم الإنسان هذه الآية بأن سيد الخلق وأشرفهم عليه الصلاة والسلام خير عند الموت، يأتيه الملك يخيره كما جرت سنة الله في الأنبياء من قبله، يخيرون عند الموت. فلما خير سمعته أمنا أم المؤمنين عائشة وهو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قالت: فعلمت أنه يخير، ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى. نسأل الله بعز جلاله وكمال جماله أن يرزقنا جواره في الجنة. هذا ما تيسر، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.